انا جاي اكلم مع حضرتك على عم ربيع. بدل اللي في جيبه مش ليه يعني، وصاحب صاحبه بدا الشغل بتاعه من عمره 12 سنه واللي في الميكانيكا ميكانيكي، ويشتغل في الورشه هنا شويه في الورشه هنا شويه، بقى يعني لما يكون في نجمه عيش في مكان بيروح يشتغل فيه. معاه 5 أطفال، هو بيتمنى ان هم يكملوا في التعليم. عم ربيع اتفضل، بدور عليك بقالي شويه، ينفع اقعد اتكلم معاك؟ اتفضل. تسلم. انت بتشتغل في ايه اصلا؟ بشتغل في كله، كوتش ماشي، ميكانيكا ماشي، لحام ماشي، فاهم، تشحيم، اي حاجه. انت عندك كام ورق؟ انا عندي 5 غير اللي جاي. 5 غير اللي جاي؟ 6 ان شاء الله. لا 7، مش عاوزهم يتبهدلوا زي ما انا اتبهدلت. نفسك تشوفهم فين؟ نفسي اشوفهم في مرتب حلو يعني كده، موظفين، اشوفهم متعلمين تعليم حلو. طب انت نفسك انت تعمل ايه؟ نفسي اعمل، انا نفسي يكون ورشه مستقله مع نفسي كده، وبدل ادور يمين وشمال بورشتي مع نفسي معداتي. هذا صار مهم. عدتك ورشتك، برنا لك المحل، منك العدد كلها. الله اللهم صل على النبي. انا ما كنتش احلم بالحاجه دي صراحه يعني، والله ما كنت احلم بالحاجه دي، والله ما كنت احلم بالحاجه ديت النهائي يعني. الحمد لله يعني، فضل من عند ربنا. حاجه تمام؟ تمام الحمد لله. مبسوط يا عم؟ انا مبسوط. انا كنت فين يا عم؟ ده انا بقيت من اصحاب الملك. بقيت من اصحاب الملك. انت سيد، سيد طول عمرك، سيد واستاذ. دي ورشتك الجديده يا زيد.